أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا سألني شخص عن صحة حديث أو ضعفه، هل أجيبه بذلك إذا أنا أعرف الجواب؟ وهل يكون هذا من التعدي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا تعرف الجواب من كتاب موثوق تحيله عليه، تقول قال فلان في الحديث كذا وكذا، تحيله على المرجع إذا كان كتابا موثوقا. أما إذا كان الكتاب ما هو موثوق أو مؤلفه ليس معروفا فأنت تتوقف، تقول أنا ما أدري عن هذا، اسأل أهل العلم أهل الاختصاص في الحديث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.